الله إذن اليوم من هذا المكان الجميل الذي يوجد نمطه فقط في آيا صوفيا الكبير وآيا صوفيا الصغير من هذا المسجد الجميل. كان في عام 886 من عبق التاريخ والحضارة في مدينة إسطنبول مع صوت إسطنبول. أهلا وسهلا فيك. عيسى يسمى أيضا مسجد مولى فناري دير قسطنطينوس ليبس. الله تعالى وبركاته. كالعادة من إسطنبول من هذا المسجد الجميل جدا حقيقة، انظروا إلى الزخارف القديمة، بناء يصل عمره إلى القرن السادس أو السابع الميلادي. طبعا كان أيضا كالعادة كنيسة، ثم بعد فتح الإسلام حول إلى مسجد يصدح بالأذان في مدينة إسطنبول. وهذه أيضا الكتابة القديمة الموجودة في الكنائس في مدينة إسطنبول سابقا. لاحظوا هذه الحجارة القديمة جدا. طبعا شاهدنا هذا النمط من الحجارة في آيا صوفيا الكبير وفي آيا صوفيا الصغير. هذه الحجارة القديمة من أساس البناء. هذه المخلفات القديمة من هذه الكنيسة ما زالت موجودة حتى الآن. إذن جمال مدينة إسطنبول بعدسة صوت إسطنبول التي تنقل لكم الحقيقة والواقع والجمال كما هو دون تزييف أو تحريف. في مقعد الصدق عند مليك
الرحمن. إذن هذا الموقع طبعا هنا عندكم موقع حيوي جدا، هيستوريا مول قريب من هذا المكان حقيقة. هنا مطعم محمود كبابجي مشهور جدا، وهذا الشارع كله مطاعم، كله مطاعم. هيستوريا مول هذا هو هيستوريا مول، ومن هنا أكسراي، ومن هذه الجهة يوسف باشا، بإمكانك تقطع إلى الطرف المقابل، فيقع في منطقة فيها أوتيلات وحيوية، وهذا المكان منطقة يوسف باشا أو أمنيات.